زي جوجل عاملين ايه؟ كنت كويسين. انا اسمي نور الدين مال عصام الدين، والنهارده هقول لكم ازاي تحسبوا كام اوضه وتحسبوها في كام فلور. ماشي هوريكم. نكتب نون و ايكوال 6، وهنا فلور ايكوالز 30. ماشي، وبعديها نكتب هوم ايكوالز، اسف اوصل استحق كده، وبعديها نكتب اكبر واحد فلور divided by room. We get a negative print home. Now we run. هتطلع النتيجة هنا، بصوا اهو. ماشي هقول لكم ازاي جت كده. بصوا، عشان احنا حطينا الديفيجن دي، حتى لما غير ولو غيرناها كمان هتتغير كمان الرقم. بصوا لو غيرناها لماينس، بصوا اللي هيحصل، يبقى هتكون في 24. ماشي